انا بقول ده للاسف فعلا، ان البعض لسه مش واخد باله. يا جماعه احنا اصحاب رساله، احنا اصحاب مهمه، واللي بيتكلموا عن ارقام مرتبات ومرتب ابراهيم عيسى، يا جماعه احنا مش يعني انا مش شايف تلفزيون. المرتب ده بالنسبه لي يعني احب افتح قوسين برضه اقول يعني حالفا بالله لو حد عنده اي قلق تجاه المعلومه، انا عمر ما هبط مرتبي كامله في الدستور. وزملائي كلهم شاهدين. طبعا ما تفكروش في 75,000 دي، لانه ده كان مرتب لمده شهر، والراجل كان لو كنت فرضت 100 كان اداني، ما هو هيمشيني هيمشيني. لا كان 75,000 دي يعني عشان بس لو حد عنده عروض اخرى انا مش هقبض 75,000 جنيه في الشهر. لان انا فاهم انه ده مرتب شهر. فلو كان فعلا يعني طلبت 100,000 كان، وانا ما طلبتش 75,000 اطلاقا، ولا بيطلب مني على الاطلاق اي كلام عن فلوسي وعن مرتبي. وفي نفس الوقت بالمناسبه برضو احب اقول لكم يعني ان انا جالي استدعاء لنيابه التهرب الضريبي بعد ما الدكتور سيد ده قعد يطلع كل يوم ما ينفعش الضرايب ما ينفعش الضرايب ما ينفعش الضرايب. طب وانت يعني دفعت الضرايب يا دكتور سيد؟ ضرايب الدستور دفعتها يا دكتور سيد؟ هيجي لي انا بقى طبعا نيابه التهرب الضريبي ان هو لا، عشان بس اقول لكم مين اللي بيحرك. ها؟ فبطبيعة الحال البرنامج ده كان برنامج محتاج إلى تعظيم إمكانياته. حصل القصة اللي فتحت فكرة إن البرنامج المباع هو هشام طلعت مصطفى. وهذا العرض اللي قدمه سنة 2008 ولا 2007؟ 2007 لشراء الدستور وصوت الأمة بالمناسبة، وكان ب 8 مليون دولار. محدش يسألني ليه دولار؟ معرفش. بس كانت الحسبه كده انه يشتري الدستور وصوت الامه وفيها ابراهيم عيسى ووائل الفراشي. وطبعا انا مش عارف قلت لبعض اصدقائي واحب اقول لكم في جمع عام يعني ان احنا قعدنا مرتين عشان طلعت مصطفى متسجلين عند وائل الفراشي. يعني في اول مره لقيت وائل انه بيخطب جامد قوي، فاحنا بنخطب ليه احنا قاعدين في البتاع مش حاجه يعني. طب يخطب جامد. تاني مرة عرفت انه بيسجل. فكل حاجة متوسطة يعني. فالراجل قال لنا انا عايز اشتري الدكتور وصوت الأمة عشان اديه هدية لبابا لوالدي. احنا عارفين ان والده مات. فكان يقصد والده رئيس البابا. كان عايز يشتري الدكتور وصوت الأمة يديهم هدية لوالده. هو بيعادي الكل بقى بالدولارات. فوالدك مين يا هشام بيه؟ والد الرئيس. وانا بحبه وانا اللي بسبب ابنه. وده طبعا يؤكد لك عدالة الرئيس في انه ابنه في السجن. سيد بدوي بقى ورضا رضوى اشتروا برناه الدستور ضد مين؟ لوالده ولا لحد تاني؟ فخلاص عصام فهمي هو صاحب الدستور وصوت الامه عايز يبيعهم يبيعهم. بس هي المشكله ان هشام طلعت مصر انه يمضي مع ابراهيم عيسى ووائل ابراش، وابراهيم عيسى ووائل ابراش مصرين ما يمضوش. يا عم ادي جرايدك وادي جرايدكم اتبعوا خلاص احنا مالنا. مش هنشتغل احنا عشان طلعت. الذي اقسم بالله العظيم ثلاثه وممكن العودة التسجيلات برضه وائل الراشد. انه قال انا مش عايزها خالص، انا عايز سياسة مصر اليوم بالظبط. ده اللي قاله هشام طلعت مصطفى. اصرارنا على ان احنا ما نرضيش وان احنا مش شغالين معاه، وكان عامل مسودة عقد مضحك كل واحد 7 سنين. 7 سنين يعني مش حتى نص مده. طيب يا هشام بيه يعني 7 سنين كل واحد انا هو 7 سنين هديه وجهها لي وضح كان بيهدي المده رئيسيه اخرى. فاترفض العرض ده طبعا او هو تراجع عنه بعد ما احنا رفضت انا ووائل وبقوه وبوضوح ان احنا مش هنشتغل معاه خلاص انتهى الموضوع محصور يعني. رغم ان سياسه المصري يوم حلوه مش وحشه.
فده اللي فتح فكرة الدستور يتباع. جيت كذا حد في الفترة دي عايز يشتري الدستور يروح للأستاذ عصام، لكن المدهش انه كان بيروح لنا. ليه انا انت بيجي لي انا ليه؟ لان انا مؤسس هذه الصحيفه، ولان انا يبدو ان انا اسمها التجاري او شعارها التجاري، او انه انا اللي مقدم ومعروف. ثم في حاجه تانية لازم الناس تفهمها، ان الاستاذ عصام اسماعيل فهمي من منذ ألم به ازمه صحيه في ابريل 2007 ربما مايو 2007، وهو رجل يعاني من المرض ولا يخرج من البيت ولا يلتقي بأحد ويجلس على كرسي متحرك ويعاني من جلطة في المخ. فالناس بقى عندها مخ وتفهم وما كان كان يروح يسليك، لأنه شاف طلع مصطفى لما جه يشتري الجورنال كلم عصام اسماعيل فهم في تمام صحته وعافيته، ربنا يديله الصحة وطول عمره، اخويا وصديقه وصاحب افضل عليا. لكن في النهايه الناس كانت بيجي تكلمني انا في الفتره ما بعد 2007، يعني ثلاثه ناس على الله يحيي ابني، ثلاثه ناس كانوا يكلموني لان انا لسه ما جاليش جلطه في المخ، ده السبب يعني. فجه اكثر من عرض عرضين من شخصيات محترمه ولطيفه، كانوا عايزين يشيلوا الدستور واحنا مؤمنين برسالتها، اهلا وسهلا. قعدت العشاء وغالبا بيبقى عشاء نميس ولطيف يعني، وينتهي الامر بانه يروح يقابل الاستاذ عصام او احمد عصام. ويحصل حصل في المرتين، مره منهم كان الاستاذ عصام موافق ومرحب وما حصلش توافق على الارقام، وفي المره الثانيه الاستاذ عصام ما كانش مرحب ولا موافق ولا عايز الشخص او الجهه اللي جت تشتغل. طيب نرجع بقى نعمل قطع ونرجع نستعير هذه الموهبه العملاقه اللي بالفضل في كتابه السيناريوهات، ونرجع بقى للمشهد التالي مع رضا ادوار. الدستور ده قبل بيعه انا قابلت سيد بدوي مرتين فقط، وقابلته مرتين بعد بيعه، فمش عارف ايه يقول لك ابراهيم كان بيلح في بيع الجورنال، مش عارف لح ايه. مره عشاء وكان حضرنا احمد عصام، ومره غدا كان حضرنا رضا ادوار واحمد عصام، الحيت فيه. طب يطلع، طب يا جماعه اللي بتسجلوا مكالمات طلعوا لي المكالمات من الارشيف، شوفوا احنا لحينا ازاي ولا لح ليه اساسا، واللي يلح ده يبيع جورنال من غير ما يمضي عقد. يعني لو انا حريص على القصه دي ابيع جورنال الدستور، لو انا اللي ببيع بقى من غير ما حد يمضي عقد، انا كرئيس تحرير اضمن حقوقي. ابراهيم منصور يقول لي يا اخي مش ينفعش، لازم تمضي عقود، لازم تمضي عقود، دي فوضى. وانا انت عارف ابراهيم اللي في موضوع الفلوس ده يعني. فجاي رضا ادوار وقال واحنا عاملين انه انا عندي شريك، قال لي ليه انا احمد عصام. الجثه بيطلع طول الوقت يقول لك هو كلمني وقال لي ابراهيم بيه، ويبدو ان ابراهيم بيه كان في الحمام، مش عارف يبدو ان هو اللي كان في الحمام. ففي ذاكره شرطيه عنده ما كنتش في الحمام خالص. وقال انا عندي شريك، مين شريكك؟ قال لك دكتور سيد بدوي. وقام مكلمه اهو دكتور سيد بدوي، اهلا يا سيد بيه، اهلا يا دكتور، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ منور، اخبار الدنيا ايه؟ والوقت ايه؟ وبتاع سلام سلام، ما تكلمش حاجه غلط. ربما هو يقصد في مكالمه مشتركه مثلا رضا يضرب العربيه كلمه وبعدين كلمني وقال لي احنا الثلاثه مع بعض الحاجات التكنولوجيا العظيمه دي، وقعدوا يتكلموا هما الاثنين هيعملوا ايه للدستور وهيكبروا الدستور وهينموا الدستور في فتره وانا بلح مثلا. اللي حصل ان انا التقيت بالراجل ده مرتين قبل البيع ومرتين بعد البيع، هحكي لكم المرتين اللي بعد البيع. طبعا الحدوته بقى بتاعت شادي عيسى دي اللي هو اصل اللي هي طلعت فجاه عشان سيد بدوي وفكر انه كده ايه بقى؟ الرئيس له مصلحه، زي برضه مع الاخوه نزلوا نشروا خبر ان الرئيس خد مليون. يا جماعه قلت لكم بقول تاني، انا لو انا بتعامل بنصيب الحقيقي في جريده الدستور اخد 8 مليون. النص في النص. أنا مؤسس التحرير وهو مؤسس الإدارة. أستاذ عصام. لكن الحقيقة خد شوية من ليه؟ يقول لك أخوه خد، حلو قوي، طلعوا كل خد. طبعًا خدوا بالكم كمان يا جماعة، الجورنال ده اتباع بقيمته مليون جنيه، يعني اللي راح البورصة حاجة مليون جنيه بوصات الشركات، مش بال 16 اللي هي نقل الأسهم، اللي حصل نقل ملكين. كل واحد يملك 10 اسهم باعهم لواحد تاني يملك 10 اسهم. ده اسمه نقل ملكيه، نقل الاسهم، ملكيه الاسهم. والاسهم اللي كان باسم شادي عيسى ب 100,000 جنيه. عشان على الورق
وهو باع لحد تاني واخر ما اشتراش لحد تاني، هو حد جايبه برضه زي دادا وشحاته ورضا يلور على سبيل الثقه فيه وعاملين نفس التوكيل، خدوا نفس النسخه بتاع التوكيل عصام فهمي اللي معمول له من شالي ومن غيره عشان يعملوا نفس التوكيل ده للسيد بدر اللي جايبهم ورضا يلور. القصه كلها صوريه تماما معموله برفعه نفس من ابراهيم عيسى، بشرف من ابراهيم عيسى. الراجل ده اللي طلع برنامج محترم وانا هبقى رئيس تحريره وبنكمل رسالتنا للدوله قفلتها في 98 فباسم شهاده اخويا، لان انا ما ينفعش لان انا صحفي وده برضه قانون شائع وغريب جدا، صحفيين ممنوع يملكوا جرايدهم، ولان شادي كان طالب وقتها حتى ما فيش دخل الصحافه. واحب اقول لكم ان شادي شغل في الصحافه وكان ده الشرق الاوسط، ما احسن برضه تقولوا انه دخل في الدستور، يعني كان من 2001 لغايه 2005 لما طلع الدستور صحفي في وكاله انباء الشرق الاوسط. فالقصه صوريه محضه.